السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بكم، وما زلنا مع سورة البقرة، ومن الآية رقم 158 إلى الآية 176، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وإحنا ابتداء كل حلقة بناخد 3-4 دقايق كده دردشة معاكم. هنتكلم النهاردة على صلاة الفجر. عدم صلاة الفجر من المسلمين بيجيلنا أزمات ونكبات، والخضار بيبقى بايظ، والفاكهة بايظة، والدنيا غالية، والكرب ماسكنا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صلاة الفجر ما بيصلهاش ثلاثة من الأنواع من الثلاثة عمرهم ما بيصلوا الفجر. مين دول؟ الكافر طبعا. فجر ايه وبتاع؟ اذا كانوا مش معترف لا بالقرآن ولا بالله ولا بالنبي هتقول لي فجر؟ فسيبك من ده. المنافق، المنافق احنا مش عارفينه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ده المنافق عمره ما يصلي الفجر. ممكن يصلي الظهر والعصر بتاع رياء علشان الناس تقول ده مؤمن ومسلم، إنما الفجر أبدا. طب والثالث؟ المسلم العاصي. الثلاثة دول تلاقيهم ميتين نايمين، ما تعرفش مين فيهم الفاسق او الكافر او المسلم. ثلاثة نايمين. ربنا سبحانه وتعالى اثنى على اهل الفجر، قال وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا. وفي ايات هنقراها لك علشان تعرف ان ربنا بيختار. ربنا بيقول وانا اخترتك. اذا نزلت الفجر في الجامع جماعة مش في البيت، سيب مراتك تصلي في البيت، انما انت انزل، ربنا عايزك، ربنا عايز يشوفك في الصف الاول. شوف، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الاية الثانية، إن المتقين في جنات وعيون. ليه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. لسه شوي. ثالث آية، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كلام ده لكل مؤمن. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. آخر آية معانا، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم عشان الفجر وتقلبك في الساجدين. ربنا سبحانه وتعالى له أعمال بالليل لا يقبلها بالنهار، وله أعمال بالنهار لا يقبلها بالليل. مش ممكن قوي أبدا تيجي الفجر وتصلي الظهر أو الشمس طالعة، أبدا. حافظوا على صلاة الفجر، والله ربنا يكرمنا جدا والبركة تبقى في كل بيت مسلم. إذا كان في اتصالات ناخدها إن شاء الله. الأستاذة داليا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. ازيك يا شيخ احمد؟ الله يبارك فيك يا حاجه داليا، اتفضلي يا فندم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. بشكرك جدا جدا جدا، الله يخليكي. بس ما تقوليش والمروه والماء، لو تقولي والماء تقولي ايه؟ والماء، امال بتقولي والمروه ليه؟ علشان الراء. انت مالك من الراء؟ راء الميم وفخم الراء والواو ترقق، والمروه. وشوفي، وبعدين ما تقوليش برضو حاضر او اعتمر، دي مش قران. تخيلي يا داليا، شوفي، او اعطى بالطاء مش قران. ايوه، زي ما تقولي اعتاد عليه، او اعتاء ما اراه، ما تقوليش او اعطى ما، ابدا. بشكرك جدا. معنا مين؟ ام حبيبه، الله يبارك فيك يا حبيبه الكل، انت ربنا يخليك. الحمد لله، والله الحمد لله. اتفضلي قولي ومن تطوع خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية كام؟ 100، أصلها طويلة قوي. 158، خدي نصها كده. 158. أي ومن تطوع بقى السطر اللي هي ومن تطوع. اتفضلي يا فندم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أشكرك جدا، بس خدي بالك كلمة ومن تطاع مش قرآن، لأنك أنت قلت اتنين طاء، أنا عندي تاء وعندي طاء، هقول ايه؟ ومن تا الاول ابتسم، ومن تا طا، ما اقولش ومن تا طا، اتنين طا يبقى مش قرآن. بشكرك جدا على اتصالك. مين معانا؟ يونس. ايوه يا فندم. مولانا، السلام عليكم. مولانا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولانا في صوت طيب. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك، اتفضل يا فندم. إن الذين يكتمون، تفضل فندم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني لازم تعلم الناس، انت بالطريقة دي تعلم الناس قراءتك 10 على 10. اوعى تخرج من الدنيا الا اذا علمت ناس. بشكرك جدا والله يا حاج يونس. فاصل ونواصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا نسرين. ازيك يا نسرين؟ الحمد لله دايما يا رب. الفاتحة وماما ورايا. الفاتحة؟ ايوه، وماما ورايا عشان انا منزلت البقرة. مفيش البقرة، البقرة في الزريبة هناك. البقرة، البقرة، ما حدش يقول البقرة، البقرة في الزريبة. البقرة. اقرا انت بقى الفاتحة، اتفضلي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بشكرك جدا، بس خدي بالك مالك الكاف مكسورة، ما تقوليش مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك، مالك يوم الدين. اديني ماما، ماما. طب شوف خلاف ماما معانا. الاستاذ ايمن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ ايمن؟ اتفضل قول لي. الا الذين تابوا، الايه 160. الا الذين تابوا واصلحوا ودينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. اشكرك جدا، قراءتك كويس يعني، بشكرك جدا. رضا، يا رضا. ايوه يا فندم. السلام. أيوة السلام عليكم. ايوه يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. وطي التلفزيون يا رضا علشان ما يقطعش المخرج عليك. وطي التلفزيون. تفضل يا رضا. اي واحد هيتصل ويتكلم من التلفزيون مش هنام، مش يعني خلي الناس تستفيد. اكسب كذا مليون حسنة، خلي الناس تسمعك بدل ما انت تسمع نفسك، خلي الناس تسمعك واحنا كمان نسمعك ونعرف نرد عليك. معنا مين؟ الاستاذ محمد. ازيك يا سيدنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ محمد. الايه 161، ان الذين كفروا. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. انا بشكرك جدا يا محمد، والله انت علمت الناس، علشان كتير قوي بيقول لك ان الذين كفروا، انت قلتها 10 على 10 وقلت وهم كفار. في ناس كتير يقول لك كفار، علم الناس يا محمد، قرايتك ما شاء الله عليها. الست ام عبد الرحمن، السلام عليكم. اهلا وسهلا، ازيك يا فندم؟ ربنا يخليك، علي صوتك عشان نسمعك. والله اتفضلي قولي خالدين فيها. 162. وإلهكم إله واحد. خالدين فيها. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أشكرك جدا جدا، بس يبقى ورتل القرآن ترتيلا، يعني لازم تمتعي الجن والملائكة ونفسك كمان بالقراءة. ها، ولا هم ينظر. شوفي، بشكرك جدا على اتصالك. ست ام خالد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ احمد، الله يبارك فيك يا حاجه. الله يرضى عليك جميعا يا رب. والله اتفضلي الايه 163، والهكم اله واحد. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. ارجوك يبقى تتصل بيا باستمرار عشان الناس تتعلم منك القرايه ان شاء الله. قرايه سليمه، ربنا يصلح حالك. اشكرك جدا يا ست ام خالد. الاستاذ محمد، السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك فضيله الشيخ؟ الله يبارك فيك يا محمد. الايه 164 طويله قوي، خد منها سطرين. ان في خلق السماوات والارض. تفضل يا فندم. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. انا بشكرك جدا والله، انت قراءتك جميله جدا يا محمد، برضو تتصل بيه عشان تشجعونا، اللي زيكم بيعلم الناس. بشكرك جدا. ست ام محمود،
أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي قولي، والفلك التي تجري في البحر. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أشكرك جدا، بس دي بعد موتها مش موتها، بعد موتها. وبعدين بما ينفع، في غنى هنا انت ما قلتهاش، بما ينفع الناس. قريتك الباقي كويس، أشكرك جدا. الأستاذ عبد الناصر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا أستاذ عبد الناصر، ربنا ينصرك. ده ربنا ينصرك عبد الناصر. الحمد لله والله. والله يا عم الشيخ أنا اتعلمت قرآن على إيدك يا عم الشيخ، كنت بنقرأ غلط يا عم. خد بالك والله ده يدل على إنك أنت بتتقي الله. شوف اللي بيتقي الله، اتقوا الله ها ويعلمكم الله. اللي مش هيتعلم يبقى بيعمل معاصي، انما انت ربنا يبعدك عن المعاصي. اتفضل قول، وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض. وما انزل الله، الايه 164 اصلا طويله يعني. وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف. انا بشكرك جدا جدا جدا، بس خد بالك الغلطات بسيطة. وما انزل الله، لا شفت بقى اللام الاولى مرققة، وزي ما تقول وما انزل الناس، تقول وما انزل وانزل النص. امال قلنا ليه ما انزل؟ علشان اللامات بتاعت اسم الجلالة التانية مفخمة، انما اللام الاولى وما انزل، لا لا، وما انزل الله من السماء من ماء في غنى هنا انت ما قلتهاش. وبعدين فاحيا به، ما تقولش الارض، زي ما تقول الان هتقول ايه الان. امال قلنا ليه علشان الراء والضاد. انت مالك كمان الراء والضاد، لما توصل عندها فخامة. بشكرك جدا. ام ايمان السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك يا فندم. ربنا يعزك يا رب وبارك في عمرك. ربنا يجمعنا في الفردوس الاعلى مجانا من غير حساب ان شاء الله. اللهم امين امين يا رب. امين. قولي بقى، والسحاب المسخر بين السماء والارض. حاضر. آخر آية في 164. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. والله جميل جدا جدا، بس يبقى رقاقة أوي السين دي. والسحاب المسا، شوفي زي ما قلت والسحاب أهي، شوف السين دي برضو تقولي المسا المسخري. اشكرك جدا على اتصالك. الست ام مصطفى، السلام عليكم يا ست ام مصطفى. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك، اتفضلي يا فندم. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك يا حاجه والله. ليه؟ الايه برضو 165 هي طويله، خدي الاول السطر الاولاني. ومن الناس، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. اشكرك جدا، بس خد بالك في اخطاء هنا. اولا ومن الناس، ما تقوليش ومن الناس، لازم كل نون تلزق ما دام عليها الشده، لازم تلزق لسانك في حلق بوقك. ومن الناس، وبعدين ما في غنى هنا ما قلتهاش، من دون الله اندادا يحبهم كحو، كحب الله، كحو كحب مش كحب الله. بشكرك جدا. معنا مين؟ هند. السلام عليكم يا هند.
وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يخليك. وقولي والذين آمنوا أشد حبا لله. وقفي. والذين آمنوا أشد حبا لله. جميلا والله. لا جميل ما خلاص بقى، بس قرايتك كويسة وانت ما قلتش غنى هنا صح، حبا لله، لان التنوين اللي بعده لام ما فيش غنى في القرآن ابدا، انت قلتيها 10/10. اشكرك جدا يا هند. مين؟ ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك سيدنا ابراهيم؟ ازيك يا مولانا، كل سنه وانت طيب. وانت بخير يا ابراهيم. ربنا يديك الصحه، وشك منور على الشاشه والله. ربنا يكرمك يا رب. والله العظيم وشك منور، انا بحبك يا والله يا ربنا. يا من كفر الشيخ. اهلا بيك يا سيدي ابراهيم. الله يرضى عليك، الله يكرمك. اتفضل قول. ولو يرى الذين ظلموا، اخر ايه في 165، ولو يرى الذين ظلموا. تفضل ابراهيم. ابراهيم حاول يا ابراهيم اتصل بيا تاني. شيماء، السلام عليكم يا شيماء. عليكم السلام. اهلا بيك يا فندم. قولي بقى الايه اللي كان هيقولها ابراهيم بعت لما يتصل. ولو يرى الذين ظلموا. ايه؟ لا انا اكتب في الفاتحه. طب قولي الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بشكرك جدا، قرايتك معقولة، يعني تاخدي 8.5/10. بشكرك جدا جدا. معانا سارة. يا سارة. أيوة. ربنا يسرك يا سارة. أنا على صوت الفاتحة. أيوة جدعة يا بيت جدعة، مفيش حاجة اسمها فاتحة، الفاتحة دي بتاعت البنطلون بتاعت الجيب. قولي يا سارة، قولي اهدنا الصراط قولي اهدنا الصراط المستقيم. يلا يا سارة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بشكرك جدا، بس خدي بالك ما تقوليش المستقيم. آه دي مش من القرآن، عارفة ازاي؟ بتطلبي نمرة بدل 7 بتقوليها 8، مش هيرد عليك الراجل، مش نمرته. هنا المستا زي ما تقولي المستشفى، هتقولي المستشفى، أمال بتقولي المستا ليه؟ بالطاء رآه يبقى التأديب. وبعدين صراط الذين أنعمت، تبين الهمزة دي، مش تقولي صراط الذين أنعمت، فين الهمزة؟ صراط الذين أنعمت عليهم. وبعدين غير دي ما تقوليش غا، بوزي في الغا دي، تقولي غمرة أو غارة، مش غارة وغمرة، غا غير الماء. وبعدين الماء برضو، الماء زي ما تقولي الماء، غير الماء المغضوب عليهم ولا الضالين. بشكرك جدا. زياد، السلام عليكم يا زياد. الو السلام عليكم. عليكم السلام. قول لي يا زياد الايه، اخر ايه في 165، ولو يرى الذين ظلموا. اقرا سوره الفاتحه. الفاتحه، قول الفاتحه مش الفتح. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. انت تاخد 10/10 من القراءة، بس لما تبدأ بأي سورة من سور القرآن لازم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي سورة من ابتداء من الفاتحة للبقر للنساء وهكذا. بشكرك جدا جدا. الست أم يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك يا حاجة، اتفضلي يا فندم.
قولي بقى ولو يرى الذين ظلموا. أعوذ بالله من الشيطان. من غير أعوذ بالله. خلاص الشيطان مشي ومشيناه وراح في نصيبة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أشكرك جدا بس يا رأي وأن دي تقولش وأن الله أن بخنفة وأن الله هبتسم وأن وبعدين حبوس في اللي مات وأن الله. بشكرك جدا قراءتك جميلة يا ست أم يوسف. نسمة ازيك يا نسمة؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله والله. قولي بقى انت الآية 166 اذ تبرأ الذين اتبعوا. يلا اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والله قراءتك جميلة جدا جدا. خلاص بشكرك قراءتك حلوة بس يبقى رقاء التاء الأولى دي التاء باء تاء باء را تبين التاء والباء مرققين قوي والراء مفخمة والهمزة مرققة التبرأ التبرأ. بشكرك جدا قراءتك ممتازة. غادة السلام عليكم يا شيخ احمد. وعليكم السلام. ازيك يا غادة؟ عامل ايه يا شيخ؟ والله بخير الحمد لله ما دام بتدعوا لنا. ربنا يخليك لنا يا رب ويطولنا في اجلك وبارك لنا فيه يا رب. امين يا رب. قولي وقال الذين اتبعوا. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. بشكرك جدا جدا. بس اعرفي ان كل كف في القرآن ككاو. انا قاعد على كنبة مش قنبة. اذا ما تقوليش لنا كرة كا. لا الكاف كا ابتسمي وبعدين تبوزي في الراء. لو ان لنا كا كرة مش كا كرة. خلاص بناكل كوارع مش كوارع. بشكرك جدا. معانا الاستاذ محمد. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام يا عم الشيخ كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك لينا ويحفظك يا رب. ربنا يزيدك من نعيم الله يا رب جميعا يا رب. قل لي بقى كذلك يريهم الله اعماله. ماشي يا عم الشيخ. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جميل جدا بس ما تقولش حسرات. واحد اسمه حسن هتقول لي ايه تعالى يا حسن؟ امال بتقول لي حصل ايه؟ ده مش قرآن لانك انت حولت السين لصاد حصى. شوف ده زي الحصى اللي احنا بنرجم بيه الشيطان حصى. وزي ما تقول حسن وانت بتقولها في صلاتك ربنا اتينا في الدنيا ايه حصنة ولا حسنة؟ اذا حسرات علم. وما تقولش وما هم بتفرشحها او كده الغنة ضمها وما هم ب ومش وما هم وما هم بخارجين. بس قرايتك الحروف الباقية كويسة. بشكرك جدا محمد. الاخ سيد. السلام عليكم يا سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك. قول لي بقى يا ايها الناس. هقول سورة اليوم ده. لا خلينا في الفاتحة. الفاتحة او البقرة. قول الفاتحة. الفاتحة. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. والله في ناس كتير قوي ما بتعرفش تقولها. انت قريت صح. بشكرك جدا جدا جدا. يبقى اتصل بيها يا سيد. معنا مين؟ نصرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ نصرة؟ قول يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أشكرك جدا جدا جدا. بس الغنات انت واكلها كده ليه؟ اولا يا تمد كده علشان القراءة اللي مكتوب بها المصحف فيها مد، يا ايها الناس، والنون لازم تغن. كلوا، ما تقوليش مما. ليه بقى؟ الميم الاولى مكسورة ميم، انما التانية اتنين ميم، فلما تقولي مما يبقى انت ضيعت ميم من القرآن. تقولي ايه؟ مما. لازم كل ميم عليها الشدة افرق بين الحمام اللي باكله والحمام اللي اخش فيه اللي معرفش ايه. واخد بالك؟ في حمام وحمام. كل ميم يكفيك دي، كل ميم على الشدة الزي شفايفك مع بعض كده. مما في الارض. بشكرك جدا جدا يا نصرة. ام عمر. ايوه حضرتك. السلام عليكم يا ست ام عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي قولي ال 169. انما يامركم بالسوء. انما يامركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بشكرك جدا جدا. بس عايز اقول لك حاجة مهمة جدا. كل نون بدون تشكيل ما تضربيش لسانك في حلق بقك الا اذا جت نون زيها جنبها. دي تقولي ايه؟ وان اوعي تضربي لسانك في حلق بقك. نو، ممنوع. تقولي وان تقولوا، وبعدين ما تقوليش على الله. لو تقولي على الناس هتقولي على واحد اسمه عادي، هتقولي تعالى يا علي. امال ليه بتقولي على الله؟ يبقى انت غلطت في العين واللام. امال اقول ايه؟ على الاول هبتسم اقول على، وبعدين ابوز في لمات اقول على الله. بشكرك جدا جدا يا ست ام عمر. الاخت مريم، السلام عليكم. اتفضلي قولي. واذا قيل لهم اتبعوا الايه 170، هي طويله شويه. واذا قيل له، اتفضلي يا مريم. مريم. ايوه. الله، تروحي فين؟ انا فاتحه كل حد تاني. قولي واذا قيل لهم، اتفضلي. يلا يا مريم. اقرا انما يامركم بالسوء. ايه؟ اقرا انما يامركم بالسوء. انما يامركم بالسوء. طب قول انما يامركم بالسوء. انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. بشكرك جدا. بس خدي بالك كل ميم بعدها باء تقوليها نص ميم. إنما يأمركم بالسوء، يأمركم بالسوء. بس قراءتك والله ممتازة يا مريم، بشكرك. معنا مين؟ أم عماد. أيوة. آية كام؟ آية كام؟ الآية 170. خدي منها جزء. 170. وإذا قيل لهم اتبعوا. ماشي. يلا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أنا بشكرك جدا والله، قراءتك كويسة. بس في بعض الغنات زي ايه؟ ما أنزل، مش ما أنزل. في غنة هنا لازم تقوليها. خدي بالك كل نون بدون تشكيل. شوف عايزة ايه الغنات دي، اتك عليها هتبقي 10/10. علاء. علاء، الأستاذ علاء. السلام عليكم يا علاء. عليكم السلام. اتفضل قول لي ال 171. ومثل الذين كفروا.
حاول علاء تتصل بيا تاني. مين؟ ريهان. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ربنا يخليك يا ريهان. اتفضلي قولي الايه 101. انت عايزه تعرف الفاتحه لو سمحت. طيب اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. بس اشكرك جدا، بس خدي بالك تقري ايه واحده واحده، يعني تقولي اولا الراء بتاعتك فرنساوي، لا احنا عاوزينها عربي. الحمد لله راء، الحمد لله رب العالمين كده بالراحة. الرحمن مش الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم مالك يوم. بشكرك جدا قوي على اتصالك. معنا دعاء. السلام عليكم يا دعاء. وعليكم السلام. اهلا بيك الاستاذه دعاء. اتفضلي يا دعاء قولي ومثل الذين كفروا الآية 171. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بشكرك جدا، بس انت أداتك حلوة جدا، بس نسيتي غنى ودعاء ودعاء وانا. بشكرك جدا جدا، قراءتك ممتازة. معنا رضا. السلام عليكم رضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. انت رضا لو سمعت البرنامج. وطي صوتك، وطي صوتك، انا مش سامعك. بالراحة عليا، بالراحة عليا. حاضر يا سيدي. يلا قولي بقى صم من بوك من عمر. البرنامج مش عايز زميلتا يا شيخ وفيش امتى. يا بنتي ابعدي التليفون عنك شوية علشان صوتك عالي قوي. حاضر. يلا صم من بوك. ايه كم يا سيدي؟ 171. قولي صم من بوك. 171 طويلة. صم بكم عمر. يا ايها الذين. بقول لك صم بكم. تقول يا ايها الذين. بقول لك صم بكم. صم بكم. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. كليتك غلط كلها. ها. عشان بقول لك وطي صوتك. خدي بالك. هنقول ايه؟ صم. في اتنين غنى هنا. عشان بقول لكل المسلمين صم بكم عمي عمي فهم لا يا مش يا 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 ايه هو طبيخ هتقولي لي يا فهم لا يا شوفي لا يا قي لا يعقلون. بشكرك جدا يا رضا. مين؟ تبارك تبارك الذي بيده الملك. يا أستاذ تبارك تبارك يا تبارك يا حاج تبارك. أعوذ بالله. مين معايا؟ طيب يلا يا تبارك. الدين خلاف تبارك. عبد الرحمن. ام عبد الرحمن. اي يا دكتور الايه كام؟ الايه 172. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. بشكرك جدا. خدي بالك بس الغنة تبع الحرف اللي بعدها، يعني انا عندي من بعدها طاء في غنة، الغنة تخينة على حسب الطاء دي، يعني لما يكون معايا كلمة زي دي نقول ايه من طاء من طيبات. طب ولو بعدها حرف مرقق اقول ايه من يقول. شوف الغنة
تبع الحرف اللي بعدها، فدي لازم تغن مفخمة. طيب بس قراءتك كويسة جدا، بشكرك جدا يا أم عبد الرحمن. أم جنس مريم. أيوة يا شيخ. إزيك يا ست مريم؟ قولي يا مريم واشكروا لله. بقيت الآية 172، واشكروا لله. مريم يا مريم، انت نمت مني ولا ايه؟ انت يا بنت يا مريم، طب اديني خلفها بقى لما تصحى. الست ام جنة. السلام عليكم، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ ربنا يوعدك بالجنة يا ام جنة. امين يا رب. قولي بقى الآية 172 الايه السطر الأخير، واشكروا لله. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أشكرك جدا والله، حاجة جميلة جدا. معنا مين؟ معنا الحاجة علي. السلام عليكم يا حاجة علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بيك يا أستاذ علي، أهلا بيك. أنا في واحد صاحبي هقرا وبعديها الزوجة أم عمرو تقرا بعدين إن شاء الله. طيب ماشي يا فندم، اتفضل يا حاج علي. الآية 172 واشكروا آخرها بقى لا ده قلت، إنما 173 بقى، إنما حرم عليكم الميتة. تمام. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. اديني بقى من غيرك مين اللي هيقرا، بس خد بالك ما تقولش ان. عليكم السلام. انا بقول للحاج علي برضه، انا بقول له ما تقولش انما دي هناك في الفلاحين انما القران ربنا اتينا في الدنيا حسنة، اذا ما تقولش حرمة. والميم منجا حمام يمام حاء الراء هي اللي في النص اللي تبوس فيها، انما حرمة. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. الو الو. طيب معانا معانا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا يوسف، قول لي السطر الثاني في 173، فمن اضطر غير باغ. فمن اضطر غير باغ. ايوه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. بشكرك جدا، بس خد بالك فمن اض، انا عندي ضاء اض وعندي طاء، لازم اطلعهم الاثنين. فمن اض، فمن اض، وبعدين الهاء بتاعت اسم الجلال في عموم المصحف، ان الله، مش ان الله، ان الله ابتسم في الهاء، ان الله. ايوه، حد يقول لي ان الله، ان الله غفور رحيم. بشكرك جدا يوسف. مريم اهلا بيك، اتفضلي. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ ربنا يخليكي. قولي لي بقى ال 174، خدي نصها كده. إن الذين يكتمون ما أنزل الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. أنا بشكرك جدا، بس خدي بالك اللام، أي لام بعد اسم الجلال. ما أنزل، ما أقولش ما أنزل الله، أنزل الله. انا قلت قبل كده لواحد اتصل بينا، اللام الاولى رقائية، اللام التانية في اسم الجلال فخمية. قرايتك 10/10. معنا مين؟ ست ام محمود. السلام عليكم. يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اهلا بيك يا ست ام محمود، اتفضلي. قولي اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار.
أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بشكرك جدا، بس كلمة عذاب أليم غلط. أي تنوين بعده همزة ما تغنيش أبدا، عذاب أليم ما تقوليش عذاب أليم، تنوين وبعده همزة في عموم المصحف ما تغنيش، وبعدين ما تقوليش في بطونهم، تغني في بطونهم الميم دي لا تغن. اقول لك انا معايا قلم مش قلم. وبعدين ما تقولش الا، الحرف المشدد لا يغن ابدا الا النون والميم اللي عليهم الشده، انما باقي الحروف اللي على الشده راس السين بحققه. اقول ايه؟ الا مش الا. وبعدين ما تقولش الا النار، النار لا، إلا الناس، هتقولي إلا النص، إلا النار، الراء هي المفخمة. بشكرك جدا يا أم محمود. فاصل ونواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إن شاء الله معنا مين؟ ست أم عمر. ست أم عمر، يا ست ام عمر، الو يا ام عمر، بلاش ام عمر. معنا مين؟ ابتسام، نص ام عمر. ابتسام، ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله دايما مبتسمه يا ابتسام، ان شاء الله. الله يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. قولي بقى الايه 175 خديها بقى كلها عشان تبتسم في وشي. الله يكرمك يا رب. من اول اولئك، اولئك صح. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار. بشكرك جدا. لا انا عايزك تتصل بيا باستمرار علشان انت عايز تصحيح من الاول للاخر. ليه بقى؟ اولئك الذين اشتاء، شوفي زي ما تقولي اشتاتا اشتوت، اشتاء رو، وما تقوليش الضلالة. لو هلال تقولي لي ايه؟ واحد اسمه هلال. الضلالة، شوفي الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما تقوليش فما أصبرهم. إلا أصبرهم دي في صاد يا شيخة، أص، فين المقص؟ مش فين المأز؟ فما أصبرهم، وما تقوليش على النار، على النار زي ما تقولي على الناس. أشكرك جدا يا ابتسام، دي ولا اسمها ايه؟ اتفضلي. الست ام عماد، ماشي. ايا كان الايه 176 خديها كلها يلا. حاضر ماشي. ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بشكرك جدا، بس خدي بالك كل باء في المصحف هتقفي عليها زي في الكتاب، تقولي في الكتاب مش في الكتابين، خلاص. وبعدين ما تقوليش نزل الكتاب بالحق، بالحاء، ها ايه دي؟ انا طالع حاجة تقولي نزلك حق، حق ايه؟ الحاء، او الحلال باين والحرام باين. اذا تقولي نزل الكتاب بالحاء زي ما تقولي في الحال، في الحق، بالحق، خلاص. بشكرك جدا. معانا مين؟ نرمين، السلام عليكم.
وعليكم السلام كسام الشيخ. اهلا بيك يا فندم، اتفضل يا فندم. من الاول بقى، ان الصفا والمروه الآية 158، تفضلي. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أشكرك جدا، أشكرك. لكن في الآخر ما تقولش أن يطوف بهما، أنت بتحط لها ألف ليه؟ بتألفي. إذا وقفت أن يطوف، طب وعند الوسط دي مفتوحة، أن يطوف بهما. وبعدين ما تقوليش والمروة والماء والماء والمروة، وبرده ما تقوليش واعتمر أو اعتمر. بشكرك جدا يا نريمان. الأستاذ علي، السلام عليكم يا علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا. أنت ما اتصلتش بيا يوم الاثنين اللي فات ليه؟ من الطريق. يا عم اعمل معروف وبتصل بيا، تطور رقبتي يا عم. الله يكرمك، انا بقى جيت اطور رقبتك على طول، انا معاك في المسجد على طول دلوقتي. الله والله ما فيش نص ساعه. يا خبر ابيض. انت دخلت الجامع ولا لسه؟ طيب يبقى شوف بقى جامع عشان اتوضب، يعني ايه احتفالا برجوعك. اتفضل يا حاج علي، قولوا من تطوع خيرا بقى. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. انا هسامحك ومش هخليك تكمل عشان تستريح. يلا يا عم روح كل فته ولحمه ورز بقى. بشكرك جدا يا حاج علي. الأخت عبير، السلام عليكم يا عبير. وعليكم السلام. قولي لي بقى الآية 158 بقيتها. أنا كنت الفاتحة. جدعة يا بت، مفيش حاجة اسمها الفاتحة، الفاتحة. يلا قولي لي بقى، ها قولي بقى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. يلا. وماما هتقرا ورايا. ماما ماشي، وبابا ممكن. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أنا بشكرك، بس خدي بالك مالك يوم الدين، إذا وقفت مالك وده مش وقف، لكن لما توصلي مالكي ومش تحط لها ياء من عندك مكسوره، بس مالك يوم الدين. اديني بقى ماما بقى، ماما ماما. طب الست ام محمود، السلام عليكم. زي صحتك يا شيخ. الله يبارك فيك يا فندم. ربنا يفتح عليك يا شيخ جميعا يا رب. والله يعني مساء 5:10 لغايه 6:30، الاعاده معرفش الساعه 3 ولا ايه، والله مش عارف. يعني هم ممكن يملوني وانا هقول لكم ان شاء الله الاعاده امتى. قولي لي بقى، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات. اولا شوفي، كل نون بعدها باء ما دام النون بدون تشكيل لازم تغن، من بعد من بعد، والنون اللي عليها انت اسمعيني بس من التلفزيون، والنون اللي بعدها والنون اللي عليها الشده للناس للناس. بشكرك. معنا الاستاذ ابراهيم. السلام عليكم يا عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ الله يسلمك يا عم الشيخ. قول لي الايه 159، اولئك يلعنهم الله. اعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والله برافو عليك إبراهيم، حاول برضو تتصل علشان أشوفك بقيت قرآنك إيه، علشان أقول لك أنت برافو أو نص برافو. رايتك دلوقتي كويس، بس دي سطر واحد. بشكرك يا إبراهيم. الأستاذ أم مصطفى. هي أم مصطفى قاعدة في جامع ولا إيه؟ يا أم مصطفى اديني خلاف أم مصطفى، اديني واحدة حش أم مصطفى. ألو ألو أم مصطفى، ازيك يا أم مصطفى؟ أنا ما سامعك. فضيلة الشيخ زي حضرتك، ربنا يخليكي ربنا يخليكي. قولي لي الآية، قولي لي الآية 160 وخديها كلها. إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قرايتك يا ست أم مصطفى جميلة جدا، بس غلطة بسيطة قوي، اللام اللي هي وأصلحوا لاحوا. شوفي إذا قلت لاحوا أصلحوا حاجة هتاكلي لحمة وتشربي لبن، أبدا. اللام في المصحف مرققة دائما إلا في اسم الجلال، اللي قبله مفتوح أو مضموم، إن الله عبد الله. إنما دي وأصلحوا زي ما تقولي لحلوح، هات جنيه لحلوح مش لحلوح. بشكرك جدا يا ست مصطفى. سهيلة السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بيك يا فندم. قولي الآية 161. معلش ماما تقول بعدية. مين؟ ماما تقول بعدية ينفع؟ ماما؟ بعدية أقول أنا بعدها بعدية أنا. يا أستاذ وليد هي بتقول إيه؟ أقرأ من هنا. إن الذين؟ أيوة الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والملائكة والناس أجمعين. يا سهيلة علمي الناس، أنت كويسة جدا. لو سمحت ينفع ماما تقول دلوقتي؟ أيوه أيوه اتفضلي. ماما تقول. يلا. اتفضلي. ابدا خالدين. خالدين اتفضلي فندم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هو ايه البيت القراني ده؟ انت هايله انت وبنتك ما شاء الله عليكم. لا لازم تشجعونا ان شاء الله، لازم تتصلوا بينا باستمرار. بشكرك جدا. اشكرك. هو الأستاذ وليد يروح قاطع على طول لما كده. اه ربنا يخليك. تقوى. السلام عليكم يا تقوى. السلام عليكم. أنا هنا في صوت في الكنترول جامد قوي مش عارفة أسمع صوتك. مش سامعاني؟ في صوت في الكنترول جامد جدا لغاية مش عارفة أسمعك. طب اقري اقري وانا هنسمعك وهقول لك ان شاء الله. قولي والهكم اله واحد. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. بشكرك جدا، بس ما تقولوش والهكم. ليه المد الطويل ده؟ ليه بتخليها الف ونص عندك؟ ده الف واحده بقى. والهكم مش والهكم. وبعدين في غنى هنا وإلهكم إله واحد. شوفي إله واحد. بشكرك جدا جدا يا تقوى. سندس. يا سندس. نعم. اسمك بيفكرني بالجنة ولبس الجنة من سندس أخضر إن شاء الله. قولي إن في خلق السماوات والأرض الآية 164.
خدي خدي منها جزء عشان هي طويله قوي. ان في خلق السماوات. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء. خلاص خلاص ده انت خدت اربعه. شوفي كل نون، بقول للناس كلها كل نون عليها الشدة لازم ألزق لساني في حلق بوقي. إن في، ما قولش إن في، لو تقول إن في ليه بقى؟ دي اتنين نون. إن، شوف إن، وبعدين وما، أنا قلت كتير الكلمة دي، ما قلتش وما أنزل الله، أنزل الله الله، الاتنين مفخمين. اللام الأولى مرققة، وما أنزل لا ابتسمي قوي وبعدين بوزي في الثاني وما أنزل الله. بشكرك جدا. أم طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا ست أم طارق، قولي فأحيا به الأرض. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. أنا بشكرك بس فين الغنة بتاعت إيه بقى؟ وبث فيها من كل، مش من كل أبدا، من، ورتل القرآن ترتيلا. يا ريتك كويسة بس أنت نسيت الغنة دي. بشكرك جدا يا ست مطارق. أم عمرو. السلام عليكم. عليكم الله يبارك فيك يا ست أم عمرو. قولي لي بقى والسحاب المسخر، الآية برضو 164 في نهايتها. أيوة السحاب، اتفضلي. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أولا بشكرك جدا جدا، بس في خد منك حاجات فنية. الخاء المفخمة المفتوحة المسخاء المسخري مش المسخري، خاء خاء خمرة. شوفي خاء، أقول لك يا خبر مش يا خبر، الخاء ما دام مفتوحة مفخمة. وبعدين الياء كل ياء، يا مهلبية يا رز على ملوخية يا، شفتي؟ ما قوليش ما تقوليش يعقوب يا يعقلون، يع يع الطبيق مش عاجبني، أقول يع شيل الطبيخ ده مش حاكله، يا شوف يا قي. اشكرك جدا جدا يا ست ام عمرو. معانا الاستاذ طارق. يا طارق. الو. السلام عليكم يا طارق. وعليكم السلام يا شيخ. اتفضل يا طارق. اقول ايه؟ ومن الناس ما يتخذ من دون الله. يلا اتفضل قول ايه. قول اهدنا الصراط المستقيم. قول اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بشكرك جدا. بس خد بالك كلمة ولا الضالين بقولها لكل الناس اللي بتصلي. كلمة يا اخوانا ولا الضالين حرقها الاول، ولا يا يلا بتاع الزيت. شوف وبعدين الضال دي تلاتة ألف، المد ده تلاتة ألف، يعني صباعي في تلات عقل، الألف الأولى الألف الثانية الألف الثالثة، تلاتة هم. ما قولش اتنين ونص، ما قولش تلاتة الا ربع، تلاتة ألف. ولا في صلاتك بتقرا لوحدك، بتقرا مع جماعة، رايح تخطب واحدة تقولش ولا الضالين ولا الضالين. بشكرك جدا. الأستاذ عمرو. يا شيخ. السلام عليكم يا أستاذ عمرو. عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل قل لي، ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا. طيب حاضر. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. اولا اشكرك، بس اندادا في غنى وتقرا بتأني، اندادا هو ورتل القرآن ترتيل في غنى، ها من دون الله اندادا. بشكرك جدا يا عمرو. رشا، يا استاذه رشا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قولي بقى، والذين امنوا اشد حبا لله. وقفي. والذين امنوا اشد حبا لله. بشكرك جدا، بس خدي بالك مش اشد، انت بتحط لها واو، انت بتالف يا حاجه. اذا وقفتي والذين امنوا اشد، وده مش وقف، ده وقف تعليمي، بس عند الوصل ما تقوليش اشد وتحط لها واو، دي مضمومه بس. والذين امنوا اشد حب، اشد حب، اشد حب. اشكرك جدا جدا يا رشا. اشرف، اشرف، السلام عليكم يا اشرف. يا اشرف حاول يا اشرف، لان حاضر. جه اشرف معاك اهو معانا، نسيب اشرف ونقول فاطمه. السلام عليكم يا فاطمة. مين؟ فضل، نشيل فضل ونحط فضل. يا فضل، يا فضل، يا حاج فضل. الو، من فضلك رد عليا يا فضل. الو، انا معاك اهو سامعك. عليكم السلام. الصوت مش واضح يا فضل، في عندك دوشة. أم يوسف، السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون يا أم يوسف، وطي التلفزيون، وطيه خالص، مش هرد عليك لما توطيه. وطي التلفزيون. حاضر يا فضيلة الشيخ. يلا. انا ما بعرفش اقرا بس هقرا الفاتحة. طيب بس وطي التلفزيون. حاضر. يلا. قولي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. أنا عايز أقول لك الراءات عندك مش مظبوطة. كل راء، كل، خلاص اسمعيني من التلفزيون. كل راء مفتوحة راجل. خلاص يا حاجة. عايز أسألك بس سؤال. يا حاجة بس لما أخلص هنا. عشان الناس تسمع. يا حاجة خلاص يا حاجة، خلاص أنت. كل راء مفتوحة راجل، أنا راجل مش أنا راجل. ما تقوليش الحمد لله يا رب العالمين، را 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 را، يا راسي باكل لحمة راس، مش واخدة بالك؟ مش راس. خلاص بشكرك جدا. ده انتوا بتاخدوا مننا حقوقنا كاملة. انتوا يعني ايه ده، مفاضل خمس دقايق يا راجل انت. طب شوف يا ام احمد، ايوه كده، الله يفتح نفسك يا حاج وليد، والله انا بحبك. اشرف، مفيش اشرف من كده بقى. اتفضل يا فندم. بلاش اشرف، ام احمد، ام احمد، ها نشيل اشرف. يا ام احمد، السلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. انت براء الذين اتبعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أشكرك، بس خدي بالك من قرايتك، خدي بالك الحروف، يا فتحة يا ضمة يا كسرة. أولا إذ تبرأ الذين، مش اتبعوا، اتبعوا من الذين اتبعوا، أنت لخبطت دي مع ديت. وبعدين وتقطعت بهم، مش بهم، ايه بهم الاسباب. بشكرك جدا يا ست ام احمد. مروه معانا. مروه يا مروه، حاولي يا مروه تتصلي بيا تاني. خلاص يلا نختم والله، يلا ان شاء الله معادنا يوم الاثنين الجاي اذا كان في اجل ان شاء الله الساعه 5:10 هنبدا برضو من الايه 177. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الى نهايه الربع. اعوذ بالله من الشيطان. اولا بشكر فريق العمل الاستاذ وليد عماره وبقيه المعاونين اللي معايا كلهم، والله هم اسباب نجاح البرنامج مش احنا، بيساعدونا جدا جدا جدا، بشكرهم جدا فردا فردا واسما اسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بشكركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.